Devenir professionnel est une nécessité et non un rêve. Salam alaikum wa marhaba bikoum ana f dars jadid dial la comptabilité générale. Liouma ghadi nkhdmou la deuxième partie dial les factures d'avoir ou بالضبط ghadi nkhdmou ala les réductions hors facture. Mais qbel dalika hada tdhkir ba3d el anawin dialna ala mawaqi' el tawassul el ijtimaai. وبالمناسبة نشكركم بزاف على تفاعل كبير ديالكم على هاد المواقع لأن بفضلكم قدرنا نوصلوا هاد الدروس لأكبر عدد ممكن من الطلبة. aptlac.com هو الموقع الرسمي ديال لاشين دوفونير بروفيسيونيل. ممكن أيضا تتابعوا الدروس ديالنا على هاد الموقع وما تنساوش تضيفوا لي ميل ديالكم النيوزليتر باش توصلوا بالدروس ديالنا سو فورم بي دي اف ولا الوورد. إلا مازال ما قدرتيش ابوني في لاشين ما تنساش تضغط على ابوني باش تكون دائما على اطلاع بالجديد ديالنا. نبداو الدرس الان معكم حسين الهماني من قناة ديفونير بروفيسيونيل. وكما العادة اللي كنبغي نشير ليه هو انه دائما فاش كتبدا اي درس كديرو اعتمد على البرانسيب ديال جو في جو كومبران. يعني الا غير كنتسنط وتنشوف دونك هنا ما غاديش نرفع من دوك داك لو دوغري ديال لا ميتريز دونك جو في جو كومبران. وحنا كما العادة كنحددوا لي زوبجيكتيف ديال لا سيونس باش نعرفوا واش ضبطنا الدرس ديالنا اولا لا. دونك في لا بروميير بارتي ديال لي فاكتور دافوار شفنا لا بريزونطاسيون شفنا البرانسيب ديال لا فاكتور دافوار شفنا ايغالمون كيفاش كندوزو لي روتور دو بيان ليفري في لا كونطابيليتي خاصه فاش كيكونوا مخلطين بالترونسبور. الوغ اليوم غادي نديرو لي ريديكسيون اور فاكتور وعندنا جوج انواع ديال لي ريديكسيون. عندنا دي ريديكسيون كوميرسيال وعندنا لي ريديكسيون فينانسيير. دونك غادي نديرو واحد التذكير ديال هاد لي ريديكسيون ونشوفو علاش اور فاكتور واش كتعني. دونك غادي نبداو بلا بارتي الاولى اللي هما ريديكسيون كوميرسيال اور فاكتور. دونك لي نورمالمون لي ريديكسيون كوميرسيال هما الغابي روميز والريستورن. لي ريديكسيون كوميرسيال عندهم واحد لوبجيكتيف برينسيبال هو باش نحفز الكليان يبقى دائما يشري عندي. نحفز الكليان انه ما يمشيش لشي بلاصه اخرى ونحاول نراضيه في الحاله فاش كنصيفط ليه شي سلعه اللي ماشي هي هذيك اولا سلعه اللي ماشي سلعه علاش حنا اصلا اتفقنا. دونك عندنا بحال الغبي هو نورمالمون واحد لا ريديكسيون اللي كتعطي اكسيبسيونيلمون في الحاله فاش كيكون ديفو في الكاليتي اولا في الروتار ديال ليفريزون. دونك في هذه الحاله تنصيفطو كنعطيو واحد الغبي يعني واحد الريديكسيون لهاد لو كليون باش ما يرضش ليه السلعه لي انا صيفط ليه ربما لي فيها ديفوات وبالتالي كان راضي. لي غوميز نورمالمون كيتعطاو على الحجم ديال ديك الفاكتوره. مثلا فاش كيشري واحد الكليان عندك انت كفورنيسور واحد 1000 ارتيكل مثلا ولا 700 ولا 500 دونك في هذه الحاله كتعطيه واحد التخفيض لانه شرى بزاف. لي ريستورن هما نورمالمون سون دي ريديكسيون اكوردي سور لونسومبل ديال لي زوبيراسيون رياليزي في واحد لا بيريود ديتيرميني افيك لو ميم كليون. يعني تنقولوا كاع لي كليون اللي خداو عندنا في لا بيريود مثلا في تريميستر واحد ولا تريميستر جوج خداو عندنا واحد الشيفر دافير اللي فايت واحد القدر غنعطيوهم واحد الريستور يعني واحد التخفيض في الحاجه اللي كانت تسالهم اولا يعني في المشتريات الماجيه. دونك نورمالمون حنا تعودنا في لا كونطابيليتي ان هاد لي ريديكسيون تنحسبوهم سور بلاس ونورمالمون في لا براتيك ما كاينش ماشي دائما كنلقاو هاد الحاله هادي. نورمالمون فاش كيتعطونا لي ريديكسيون تنحسبهم مباشره كما كتشوف هنايا كنحصل على ريديكسيون كندخل لي ريديكسيون فينانسيير وكنحصل على لو نيت فينانسيير دونك نزيد لي زامبو تي فيا دونك كنحصل على لو نيت ابي. الوغ فاش كنحصل في الحاله اخرى هي مثلا فاش كناخذ واحد السلعه تيحسب ليا تي فيا كنخلص مباشره اولا كليان ديالي تيخلص ليا مباشره. دونك في هذه الحاله لا لو كليون لو فورنيسور غيدوزو هاد اوبيراسيون بشكل عادي اشا دو مارشانديز 34000 تي فيا ريكوبيرابل سور شارج كما تشوفو هنايا 34552. الوغ هنا في لا فاكتور ما حددناش الموداليتي دو بيمون دونك غنديرو 44011 40800. دونك ما تنساوش دائما لي بلي ديال لا فاكتور دونك فاكتور نيميرو. انا هنا في الدرس حاولنا دابا حنا كنبغينا نفهموا البرينسيپ ديال لي ريديكسيون فاكتور. الو بالنسبه للفورنيسور غيدير نفس الشيء 71 11 فون دو مارشانديز تي في فاكتوري و الموداليتي دو بيمون هنا ما واضحاش 34 21 لو كليون غيدير لي بلي ايضا. دونك نفترضوا انه جاتني واحد لا ريديكسيون يعني مثلا انا شفت ديك السلعه فيها واحد الديفون دونك كنتصل بالفورنيسور ديالي كنقول له دير السلعه هادي راه فيها ديفو دونك هو باش ما نردش ليه ديك السلعه
غادي يحاول يرضيني بواحد 10% ولا 5%. اولا مثلا كناخذ انا ديك السلعه بواحد لو مونطون، من بعد ما توصل بشي خبر بان كاين واحد الفورنيسور تيبيع غير بقل، دونك انا غادي نتصل بيه نقول ليه لا راه بعتي انا كاين كليون كاين فورنيسور راه ممكن ناخذها عنده باقل. دونك هو دائما كيحاول داك لو كليون كيما ما يمشيش ليه الفورنيسور، كيستعمل هاد لي ريديكسيون كوميرسيال باش يحافظ على لي كليون ديالو. دونك ناخذ دابا الان ابتناك انفوا à son client devenu professionnel en fin de semestre une facture d'avoir 2000 dirhams pour restaurant. يعني l'entreprise ابتناك شافت الحجم ديال يعني الشيفر دافير ديال لي كليون ديالها دونك و devenu professionnel جا في ديك لا ترونش، وبالتالي غيستافد من هاد 1000 درهم ديال التخفيضات في داكشي اللي كيتسالوه ولا غيصيفطوا ليه فلوس. دونك في هاد الحاله هاد الريستورن في هاد الحاله كيمثل الكليان اون ديمينيسيون ديال لي شارج، يعني غينقص ليه في لي فونت ولا غينقص ليه من لي شارج. بالنسبه للو فورنيسور غينقص ليه من لي فونت. دونك لو بلان كونطابل جينيرال ا بريفيري لي نوتي دون دي كونت بارتيكولي سوستراكتيف، غادي يسجلهم في لي كونت بارتيكولي، يعني لي كونت اللي هما سبيسيال سوستراكتيف، وغادي تشوفوا علاش. يعني كتنقص من القيمه ديال داك لا كلاس لاش كتنتمي بارابور او كونت دو شارج اي دو برودوي. بالنسبه لي شارج كندخلهم في الكريدي، نورمالمون حنا كنعرفوا الكلاس 6 كنسجلوها في الدي بي، يعني الكونت دو شارج كيتسجل في الدي بي. الوغ في هذه الحاله سجلناه في الكريدي، يعني 61.19 بالنسبه لي غابي غوميز ولا ريستورون اوبتوني سور اشا، 61.26 غابي غوميز لي 3 اير اوبتوني سور ماتيغ اي فورنيتور، وعندنا 61.49 بالنسبه فاش كنحصلوا على واحد الرابي ولا الروميز على اوتر شارج اكسترن. وبالنسبه لي زوتر اوتر شارج اكسترن رجعوا لهم في لو بلان كونطابل. جو في جو كومبرون. دونك هنا قلنا دي كونت بارتيكولي يعني خاصين، نورمالمون حنا كنعرفوا هاد الكونت 6 الحاجه اللي كتبدا ب6 كتسجل في الدي بي، يعني كتنتمي للكلاسيس هنا كتسجل في الدي بي. وشفنا في لا بروميير بارتي ديال الدرس ديال لي فاكتور دافوار المبدا ديال الكونت باش يتانولا ولا باش نقصوه كنرجعوه العكس لا كلاس لاش كاين، يعني العكس البوست ديالو، الا كان في الدي بي تيولي في الكريدي ولا كان في الكريدي تيولي في الدي بي. دونك نفس الشيء غادي يوقع في هنا غادي نسجلوا في الدي بي هاد لي كونط 71.19 بالنسبه للروميز والريستورون فاش كيتعطى على لي فونت مارشانديز، 71.26 يعني فاش كنعطيو على لي فونت اي بيان اي سيرفيس برودوي. الفرق ما بين هاد الجوج هادو يعني فونت مارشانديز فاش كنشري السلعه كنبيعها، الوغ بالنسبه لي فونت دي بيان سيرفيس برودوي ديك السلعه اللي اصلا لونتربريز كتنتجها يعني هي كتصنعها. دونك هنا هاد لو كونط غادي يولي في الدي بي، وحنا كما تشوفوا هنا نورمالمون الكلاس 7 كيكون في الكريدي، الوغ العكس بالنسبه للكلاس 6 غادي يولي هو في الكريدي. دونك غادي نشوفوا واحد المثال كيفاش نسجلوا هاد لوبيراسيون. دونك هنا غادي نديبيتي لو فورنيسور ديالي، يعني بحال خلصتو هاد لو مونطون، دونك غادي نخلصو 1200 درهم. علاش 1200 درهم؟ لان عطاني هو واحد الرابي والروميز بتونسيو غاشد مارشانديز ديال 1000 درهم، غنحسب عليه تي في ار، لان خصني نقصتها من تي في ار 34552 تي في ار ريكوبيرابل سور شارج. دونك انا مبقيتش كنتسال الدولة 6800، دونك كنتسالهم غير 6600 درهم. يعني فاش كنديبيتي هاد الكونت وغادي نعاود نكريديتي هاد الكونت، يمكن الا كانوا عندنا هاد دوز اوبيراسيون غنلقى واحد الصوت اللي هو ديبيتور ديال 6600 درهم، وغادي ندير لي بريد لا فاكتور ديالي. الوغ نفس الشيء بالنسبه لو فورنيسور، غادي ديبيتي لو كونت 71.19 غابي غوميز اكورد سور فونت ب 1000 درهم، تي في فاكتوري دونك حتى هو غادي تنقص، ما غاديش تكون عنده 6800 لانه غاد الكونت غادي 44.55 اي تي في فاكتوري ولي في الدي بي. و لو كليون كيتسمى بحال خلصني 1200 درهم 34.21. سيبوزون مثلا هاد لونتربريز ديفوني بروفيسيونيل خلصات لو فورنيسور ديالها اللي هو ابتناك، دونك ديفوني بروفيسيونيل ا ريغلي سا ديت ا لونتربريز ابتناك بار شيك بانكير. نورمالمون شحال كيتسال؟ تيتسال 40800 درهم كما تشوفوا هنايا. عطانا واحد الريستورن ديال 1000 درهم اور تاكس، دونك هو تي تي سي، دونك 1200 درهم. الا درنا لوبيراسيون غادي نلقاو 39600 درهم. دونك هادشي اللي كيتسال لو فورنيسور لو كليون ديالو. دونك فاش غنديرو لو ريغلومون غادي نديبيتي لو فورنيسور
ب 30600 وغادي نكريديتي لا بنك ب 30600، ندير بيمون نيميرو وسد باش تمشي لوبيراسيون الاخرى. نفس الشيء بالنسبه للفورنيسور، غنديبيتي لا بنك اللي انا دخل لها الفلوس ب 30600 وغادي نكريديتي لو كونط باش يتحيد من عندي، دونك غادي يولي 39600 بيمون ريغلومون نيميرو مثلا باش يكون دائما لا تراسابيليتي. دونك كما تشوفوا هنايا انا لو كليون كانت سالو 40800، بحال استفد من 1200 درهم وخلصني 39600 اللي بقات. دونك هذه هي الطريقه باش كنسجلوا لي ريديكسيون كوميرسيال. دابا غادي نمشيو نشوفوا لي ريديكسيون فينانسيير. الوغ لي ريديكسيون نورمالمون فينانسيير، دونك il s'agit des escomptes de règlement accordés après facturation initiale à la suite d'un règlement TCP, ils sont enregistrés comme sur les factures d'avoir. Pardon, les factures ordinaires. حنا تعودنا normalement في الفاكتوراسيون فاش كنا كنحسبوهم اوتوماتيكمون كيعطوك غابي غوميز وكيعطوك لي سكونت. نورمالمون في البراتيك في الدومين بروفيسيونيل ما كتكونش هذه الحاله هذه، لان ما كتخلصش انت حتى يعني كتاخذ واحد مثلا واحد المنتوج وتا كدوز واحد المده عاد كتصل به، هو ما تعطاك كردي ديال 50 يوم ولا شهرين ولا 3 شهور، كتصل به انت كتقول له ودي راه ممكن نخلص مثلا الا عطيتيني قبل داك الوقت الا عطيتيني واحد التخفيض. دونك هادشي اللي كيكون حنا في لي زيكزيرسيس لا. دونك دابا هادي هي الحاله اللي كتوقع يعني اور فاكتور، من بعد ما درت الفاكتوره عاد غادي يكون واحد الريديكسيون فينونسيير. الوغ بالنسبه للكليون كما شفنا في التمارين سابقا، بالنسبه لي سي تان برودوي انا غادي تخفض ليه من سميتو من ديك القيمه اللي كيتسلي الفورنيسور 73 86، وبالنسبه للفورنيسور سي اون شارج لانه ما باقيش غادي ياخذ داك لو مونطون، غادي ينقص بديك لا ريديكسيون فينونسيير. مي اش كيستافد الفورنيسور في هذه الحاله؟ صور الفورنيسور كيتسال لواحد الكليون مثلا مليون درهم، وهاد الكليون ما غاديش يعطي ليه من هنا 6 شهور. لو كليون وافق يعطيه دوك الفلوس الا جاب الله نقص ليه 5% مثلا. دونك هو اش كيربح؟ يعني كيتوصل بالفلوس ديالو قبل 6 شهور، ممكن يدير بهم اي حاجه اخرى في البيع والشراء، دونك غادي يزيد من قيمه الارباح ديالو، يعوض يبدا يتسنى دوك الفلوس متى يدخلوا. مي كيكون واحد الحاجه اخرى، هي لانيلاسيون دو لا تي في كوريسبوندونت اون كونتر باس ليكريتور انيسيال. دونك خصنا نحيدو ديك تي في اللي كاينه، لان كتشوفو ملي كنديرو لو نيت، ملي كنحصلو على لو نيت فينانسي كنزيدو كنطبقو عليه تي في. دونك غادي نديرو اكزامبل. دونك ابتناك ادريسي ا دوفونير بروفيسيونيل اون فاكتور دو 25000 درهم، يعني ابتناك صيفطات لدوفونير بروفيسيونيل واحد الفاكتوره ديال 25000 درهم في لو 15 اكتوبر بيابل لو 30 نوفمبر، يعني 15 زيد 30 يعني قول واحد 5 باردون واحد 45 يوم. في لو 20 اكتوبر يعني من بعد 5 ايام، يعني من بعد 5 ايام دوفوني بروفيسيونيل انديكا ابتناك كي لي بري ا ريغلي ايميدياتمون سا ديت s'il obtient un escompte de 2,5%. يعني قالت لي انا غادي نخلص الا جاب الله عطاها واحد تخفيض ديال 2.5%. ابتناك دون سون اكور يا ادريس ا دوفوني بروفيسيونيل اون فاكتور دافوار بور سيت اسكونت، يعني صيفط لهم واحد لا فاكتور دافوار. دونك لهذا حنا تنقولوا اور فاكتور، يعني دارت فاكتوره عاد تكون يعني خارج الفاكتوره. في لو 22 اكتوبر دوفوني بروفيسيونيل ريغل بار شيك بانكير. دونك غادي نديرو هاد لوبيراسيون. اول حاجه غنشوفو لا فاكتور نيسال 25000 درهم، تي في ريكوبيرابل سور شارج نتابي هو 30000. غادي نسجلو هادي عند لو كليون وعند لو فورنيسور، دونك اوبيراسيون سامبل باش تسجل كما تشوفو امامكم. دابا غنحاولو نسجلو هاد سميتو لوبير ديسكونت، يعني لي كونط ديال لو ديكونط ديال لا فاكتور دافوار. نورمالمون لي سكونط اكوردي هو كناخدو 25000 درهم اللي كيتسال مضروبه، هنا نديرو عفاكم مضروبه في 2.5%، غادي تعطينا 625 درهم. غنزيدو هاد تي في ديال 125 درهم، دونك غادي تولي 750 درهم. دونك باش نسجلها في لا كونطابيليتي سامبل، غندير فورنيسور يعني لو كليون استافد من هاد التخفيض ديال 750 درهم، وغادي ندير يعني كريديتي لو كونط ديال 73 86 كما كنديرو في لوبيراسيون العاديه. اسكونت اوبتوني ديال 625 و تي في ريكوبيرابل سور شارج ديال 125 درهم. انا استفدنا من هاد التخفيض، يعني خصك تنقص انت ككليان خصك تنقص حتى من هاد لا تي في هادي، يعني استفدتي.
بالنسبه للفورنيسور غادي بي تي 63 86 اسكونت اكوردي، يعني كما كنا كنسجلوا دائما لي اسكونت فاش كنحصلوا عليهم 625 درهم ايطاتي فيا فاكتوري، دونك غادي يعكس الكتابه ديال تي فيا فاكتوري تولي في الدي بي باش تنقص، وغادي يدي كريديتي لو كليون 750 درهم. دونك في هذه الحاله يعني بحال ينقص 750 درهم لو كليون ديالو. الوغ في لو ريغلومون غادي ندير 30000 درهم غنقص منها 750 درهم غتعطيني 29250، هي اللي خصو يخلص لو كليون دوفري بروفيسيونيل لو فورنيسور ديالو apnac.com، يعني لو سيت اوفيسيال ديال لاشين ديالنا. 44/11 فورنيسور 29250، 51/41 يعني لا بنك، دونك الفورنيسور ما بقاش كيتسنى في هذه الحاله لهذا لو كليون ديالو. لوبيراسيون الثانيه بالنسبه للفورنيسور غادي ديبيتي لا بنك لان دخلوا الفلوس، وغادي كريديت ليك لو كليون باش يخرج من لا كونطابيليتي ديالو، يعني ما بقاش كيتسالو 26250. دونك هذه هي الطريقه باش كنسجلوا هاد لي ريديكسيون، يعني ريديكسيون كوميرسيال الدور ديالهم تحفيز للكليان باش يبقى ديما معانا. هاد ديك لو ريديكسيون فاش كيديروا خارج لا فاكتور، يعني من بعد ما كتسجل تا الفاكتور هذيك لا فاكتور عاد كتطلب من الفورنيسور ولا هو تيصيفط لك الريستور، شنو الطريقه ديالها. لي ريديكسيون فينونسيير كيتسجل بنفس الطريقه ما فيهمش مشكل، يعني نفس الطريقه باش كيتعطوك في دوك لي زيكزيرسيس اللي كنا كنديرو في الاول، نفس الطريقه باش كنسجلوهم في دابا. دونك الحصه ان شاء الله الماجيه غادي نخدمو على لي زومبالاج، ولي زومبالاج هما لي زيليمون اللي كيزيدو من القيمه ديال لا فاكتور، حيت ديجا شفنا ان لي زيليمون اللي كيزيدو من القيمه ديال لا فاكتور هما يعني بحال تي فيا ترونسبور. دابا غادي نشوفو لي زومبالاج وما شاء الله اللي غادي نديرو في الحصه المقبله. دونك كنتمنى اني كنت توفقت في الشرح ديال هذا الدرس هذا. دونك لي فاكتور دافوار ما بقاش، دونك خدمناهم على دو بارتي، شفنا لا كونسيبسيون البرانسيب علاش كتعتمد، شفنا كيفاش نديرو ندوزو في لا كونطابيتي فاش كيكون فيهم ترونسبور، ودابا شفنا لي ريديكسيون اور فاكتور يعني ريديكسيون كوميرسيال و ريديكسيون فينونسيال يعني فاش كيديرو من بعد ما تنسجلو الفاكتورة ديالنا. دونك ديفونيغ بروفيسيونيل كنتمنى لكم مسيرة موفقة في الدومين بروفيسيونيل ديالكم. موعدنا ان شاء الله في الدرس ديال لي زومبالاج، والسلام عليكم. دونك ما تنساش دير ابوني الا مازال ما تسجلتيش معنا في لاشين. موعدنا ان شاء الله الحصة المقبلة، والسلام عليكم.